شاشة مبينة عليه؟ لا دكتور مفيش. هل مبينها هيك؟ هيك تمام. مبينها. امبارح احنا بدأنا الحكي عن الستاتيك بارتيشن ميموري مانجمنت، وقلنا بالنسبة للمين كونسبت للمانجمنت ميثود اللي هي ستاتيك، انه الميموري از تو بي ديفايدد انتو بارتيشنز. طبعا هاي البارتيشنز ممكن يكون حجمها ثابت فيكست، او ممكن يكون فاريبل لينث. وقلنا انه عدد البارتيشنز بضل ثابت، والمالتي بروجرامينج ديجري برضه بضل العدد ثابت لانه ما بتغير، لانه ستاتيك، وعمليه التقسيم بتتم اثناء السيت اب للاوبريتنج سيستم. طبعا بلزمنا هاردوير في عملية الإدارة. الهاردوير الأول اللي هو الفري تيبل. طبعا الفري تيبل بيكون فيه البارتيشن نمبر، اللوكيشن للبارتيشن، والسايز. طبعا هذا الفري تيبل راح يكون متغير، طبعا بيعتمد على عملية التحميل وإعادة التحميل من الذاكرة. طبعا إذا مثلا استخدم هذا البارتيشن ساعتها راح انشطب من ايش الفري تيبل، لانه بصير ايش allocated for a certain process. اضافه لذلك بلزمنا two bound registers لكل بارتيشن، اللور bound register والابر bound register. عدد الريجسترز هاي هو الاخر بيكون ثابت لانه عدد البارتيشنز ثابت. طبعا contents او محتويات هاي المسجلات هي الاخرى بتكون ثابته لانه البارتيشنز ثابته. طبعا lower bound بنحمل فيه الستارتنج ادرس للبارتيشن، الابر bound بنحمل فيه البايت الاعلى او last byte. اللاست بايت في البارتيشن. طبعا هذول التو ريجسترز بنستخدمهم احنا في عمليه ايش الحمايه ميموري بروتكشن، وبنستخدمهم في عمليه المابينج من لوجيكال ادريس لفيزيكال ادريس. طبعا كيف بتتم عمليه المابينج لوجيكال ادريس تو فيزيكال ادريس؟ اللوجيكال ادريس يضاف الى lower bound partition. طبعا راح اطلع لي ايش الفيزيكال ادرس، والناتج الجمع لازم يقارن مع upper bound register. لازم القيمه تكون قيمه الجمع اقل او يساوي last address. ليش؟ لانه على اساس ما يكونش في تعدي للخروج عن البارتيشن. عمليه البروتكشن هون في الستاتيك تلزم على اساس نعمل بروتكشن للاوبريتنج سيستم اريا، ونعمل بروتكشن لليوزر من ايش اذر يوزرز، او اليوزر انه يدخل على ايش اذر يوزرز. طبعا هون بالاضافه للريجسترز هاي بلزمنا كومباراتر على اساس يعمل مقارنه ما بين ناتج الجمع اللي هي اللوجيكال ادرس مع اللور باوند، يقارن القيمه مع ايش الابر ايش باوند. هون في بعض المراجع ممكن بسموهم الريجسترز هاي، يعني في بعض الأحيان بسموا هذا اللور باوند بسموه الريلوكيشن ريجستر، أو بسموه البيز ريجستر، وفي عندنا الليميت. طبعا تسميات هاي البيز هو اللور باوند ريجستر والستارتنج ادرس للبارتيشن. الليميت راح يكون اللي هو ناتج جمع اللور باوند ريجسترز مع السايز لايش للبارتيشن، على اساس بيطلع هاي القيمه. بمعنى اخر، اخر شيء راح يكون اللي هو اللاست ادرس في هذا البارتيشن اللي هو مثلا 120 حسب ايش المثال. طبعا بغض النظر كيف كانت التسميات،
هاي عندي مثلا اللوجيكال ادرس 346، وفي عندي ريلوكيشن ريجستر، ريلوكيشن ريجستر اللي هو لوور باوند، فيه القيمه 1000 او 14000. 346 تضاف لل 14000 يعطيني ايش؟ الفيزيكال ادرس. هذا الفيزيكال ادرس يفترض يقارن مع الليمت او مع الابر باوند ريجستر، لازم هاي القيمه تكون ايش؟ اقل او يساوي اقل او يساوي الليمت او الابر باوند ريجستر. اذا كانت القيمه اكبر معناها التنفيذ لازم يوقف. ليش؟ لانه في الادرس ايرور او بسموها ميموري بروتكشن، ميموري بروتكشن ايش؟ ايرور. الستاتيك بارتيشن ميموري مانجمنت، ستاتيك بارتيشن ميموري مانجمنت، قلنا احنا الميموري تقسم الى بارتيشنز، ويخصص البارتيشن لكل بروسيس، لاي بروسيس طبعا، بشرط انه طبعا حجم البروسيس يكون اقل او يساوي حجم ايش؟ البارتيشن. طبعا في بعض الاحيان، في بعض الاحيان قد يكون حجم البروسيس، حجم البروسيس اقل من ايش؟ من حجم البارتيشن. حجم البروسيس اقل من حجم البارتيشن، ساعتها راح يكون جزء بتشكل جزء غير مستخدم. هذا الجزء بسموه ايش؟ internal fragment. internal fragment راح يظل جزء من ايش؟ البارتيشن. افترضون المثال، هذا المثال، هذا المثال، في عندنا مثلا process 1، طبعا هاي عبارة عن static partition memory management. البارتيشنز حجمها ثابت اللي هي 4 ميجا بايت. عندي partition 1، partition 2، partition 3، partition 4. process 1 يحتاج 3 ميجا بايت، خزن في partition 1. process 2 يحتاج لي 3، خصص في partition 2. process 3 في partition 3. process 4 في partition 4. وفي عندنا process 5، process 5 waiting، بده 4 ميجا بايت. طبعا هون بروسيس 1 راح يحمل في البارتيشن 1، راح يظل في فراجمنت اللي هو 1 ميجا بايت. هاي الفراجمنت نسميها احنا انترنال فراجمنت، وراح تظل جزء من ايش؟ البارتيشن. حملنا بروسيس 1، بروسيس 2، بروسيس 3، بروسيس 4 بهذا الشكل، صارت البارتيشنز مالها مشغوله نوت فري. ومع هذا في عندنا الفراجمنت سي 1 2 3 4، هاي الأربعة ميجا بايت موزعة في مواقع أو في بارتيشن مختلفة، وعندي بروسيس بده 4 ميجا بايت. طبعا هذا البروسيس لا يمكن حمله في الذاكرة. ليش؟ لأنه الانترنال فراجمنت لا يمكن إيش؟ استخدامها، وهي راح تكون عبارة عن wasted memory، وهي أحد العيوب، احد العيوب الاساسيه في الستاتيك بارتيشن ميموري مانجمنت، اللي هي الانترنال ايش؟ فراجمنت. انترنال فراجمنتس عباره عن ويستد ميموري سبيس، ويستد ميموري سبيس. وهاي الويستد ميموري سبيس بتكون اجزاء من بارتيشنز، ولا يمكن ايش؟ استغلالها من قبل اذر ايش؟ بروسيسز. طبعا بالوضع الحالي هون لو بدي اجي انا احسب الميموري افشنسي بهذا الشكل، طبعا الجزء المستخدم عندي 3 ميجا بايت، 3 3 3 اللي هي 12. الافيلابل سايز او رام اللي هو 16، بطلع عندي الافشنسي 12 على 16 اللي هي 75%. طبعا الانترنال فراجمنتس راح تعمل decreasing للميموري افشنسي، لان ايش؟ wasted ايش؟ wasted spaces. طبعا افشنسي دائما هون راح تكون اقل او يساوي 100%، حسب لو كان مثلا عندي processes هاي كلها 4، process 1 4، 2 4، هاي 4، هاي 4، ساعتها الافشنسي راح تكون كل الذاكره مستخدمه، الافشنسي راح تكون 16 16، اللي هي ايش؟ 100%. هو المثال برضه ببين لي ايش الفراجمنتس. هاي عندي مثلا
الو الو، عندي محاضرة على ال بارتيشن الاول مثلا 200 كي، البارتيشن اللي بعده في عندنا 100 كي، البارتيشن اللي بعده في عندنا هاي محمل فيها بروسيس 2 313 فيها راح يكون فراجمنت، هاي البارتيشن محمل فيها بروسيس بحجم 212 كي في فراجمنت 88 الى اخره. عندي الانترنال فراجمنتس، انترنال فراجمنتس راح تكون هاي الفراجمنت وهاي فراجمنت وهاي فراجمنت، طبعا مجموعه طلع مجموعه حتى لهذا المجموع ممكن يفي، بس احنا الفراجمنتس راح تظل جزء من البارتيشن ولا يمكن ايش ان تستغل. يعني مثلا عندي لو اجى بروسيس هون في بده 87 كي، ما الان في عندي 87 كي هون بس لا يمكن ان يحمل في ايش هذا البارتيشن. ليش؟ لانه راح يظل جزء من ال 400 كي. في عندنا سواء بالستاتيك او الطريقه الجايه الدايناميك، في عندنا الطرق المستخدمه في عمليه التحميل اللي هي الميموري اللوكيشن ميثودز، وفي عندنا ثلاث طرق. طبعا الاوبريتنج سيستم عاده تستخدم طريقه من هذه الطرق، ايهما افضل طبعا اللي ما بنقدر نحكم، يعني ممكن في لحظه او في كيس معين تكون اللي طرق هي الفيرست فيت ميثود، بيست فيت ميثود والورست. ممكن في لحظه او في كيس معين تكون فيرست هي الافضل، ممكن في كيس اخر البيست تكون افضل، ممكن في كيس اخر تكون ورست. فهاي الطرق ايش افيلبل، وعاده الاوبريتنج سيستم تستخدم طريقه من هاي الطرق. كيف بتصير العمليه باستخدام الفيرست والبيست والورست؟ طبعا عمليه التحميل عاده بتتم باستخدام الفري تيبل. هذا الفري تيبل المنشأ اللي هو بيّن لي البارتيشنز اللي ايش ستاتس تاع عمله فري. طبعا بالفيرست فيت ترتب البارتيشن ترتيب تصاعدي حسب اللوكيشن، بمعنى اخر اللوكيشن الاقل بيكون هو الاول، بعدين الثاني، الثالث، الرابع الى ايش اخره. بالفيرست فيت ترتيب اللوكيشن هون لو كان عندي هذا المثال، ترتيب اللوكيشن راح يكون بهذا الشكل: بارتيشن 1 اللوكيشن تاعها 200، بعدين 4C00، 7C00 الى اخره. البيست فيت عملية ترتيب البارتيشن بتتم حسب السايز من الاقل الى الاعلى. فاذا بدي استخدم البيست فيت في عملية الالوكيت ميموري، ترتيب راح يكون الستة راح تكون رقم واحد، بعدين السبعة رقم اثنين، بعدين ثمانية، بعدين تسعة، بعدين 11، بعدين ايش 15. هذا في البيست فيت. الورست فيت عكس البيست فيت، الترتيب بصير تنازلي حسب حجم البارتيشن. بارتيشن 3 راح تكون رقم واحد، بعدين 11 رقم اثنين، بعدين تسعة، ثمانية، سبعة، ستة. طبعا هاي الطرق الثلاث اللي احدى هاي الطرق بتكون مستخدمة او تستخدم مع نظام التشغيل ايش معين. انا يجي هون مثال، مثلا عندي مثال، في عندي بروسيس او جوب نمبر G1 G2 G3 G4، هذا request في عندنا للميموري مانجر to load process 1 with memory size equal 20K، اللي بعده 200K، اللي بعده 500K، اللي بعده ايش 50K. وفي عندنا الميموري ميموري لوكيشن بهذا الشكل، في عندنا ال 200 طبعا process 1 جوب او بروسيس 1 راح يحمل في ال 200K على اساس هي الاولى، فبظل عندي هو احتاج 20، بظل عندي 180K. هاي 180K راح تكون انترنال فراجمنت لا يمكن نستخدمها. هلا جوب 2 بده 200K، 200K بيجي ل 700،
30 لا تكفي، أنا بنروح للبارتيشن حجمه 700، فبنحمل جوب 2 في 700 بأخذ 200 وبضل 500 إيش فراجمنتس. جوب 3 500. هلا هاي صارت مشغولة، هاي مشغولة، هاي مشغولة، هاي مشغولة، بمعنى آخر في اللحظة هاي جوب 3 must wait لأنه فيش بارتيشن حجمه 500K. جوب 4 بده 50، 50 راح يحمل وين؟ هون في البارتيشن هاي، لأنه هاي مشغولة وهاي مشغولة، 30 لا تكفي، معناها يحمل في 50 جوب 4 واستخدم كل البارتيشن سايز. فيش عندنا ايش انترنال فراجمنت. توتال ميموري هون سايز 980. اليوزد طبعا هون ننتبه، احنا بنحكي عن هون الفيرست فيت. جوب 3 لازم ينتظر حتى يخلص البروسيس الموجود وين اللي كان محطوط في 700. فالتوتال ميموري سايز اللي رام سايز 980، اليوزد 270، معناها الافشنسي راح تكون عبارة عن 270 على 980 ضرب 100%. هذا الانترنال فراجمنتس حجمهم 710 كي، حجم كبير. طبعا هذا الانترنال فراجمنتس في اللحظة هاي لا يمكن ايش ان يشتغل. طبعا اذا خلص البروسيس، مثلا افترض جوب 1 خلص، معناها راح يحرر ايش هاي البارتيشن وتروح تصير ايش فري. ها هذا بالنسبة للفيرست فيت. البيست فيت، هلا بيست فيت شو الترتيب راح يكون؟ هاي راح تكون الأولى، الخمسين راح تكون الثانية، المئتين راح تكون رقم ثلاث، والسبعمية راح تكون رقم إيش أربعة. فرتبناهم ترتيب تصاعدي بالفري تيبل حسب إيش اللوكيشن، حسب السايز، 30 50 200 700. هلا بنيجي جوب 1 قديش بده؟ 20. العشرين 30 تكفي، اذا يحمل الجوب 1 او بروسيس 1 في البارتيشن اللي حجمها 30، طبعا اللوكيشن تاعها اللي هي 10567. بضل عندنا ايش الانترنال فراجمنت حجمه 10. بعدها 200، 50 لا تكفي، هون ال 200 يحمل في ال 200 كاملا، فيش عندنا فراجمنتس. بعدها 500، ال 500 30 لا تكفي، طبعا هي مشغوله، هاي لا تكفي، هاي لا تكفي، اذا يحمل في هاي 500 والسايز 700، بضل عندنا انترنال فراجمنت ايش 200. ضل عندنا ال 50، ال 50 هون جوب 4 ماست ويت. طلع هون التوتال يوزد 770، الانترنال فراجمنت 210، كانت الانترنال فراجمنت هون عندنا 710، هون نزلت ل 210، توتال يوزد من 270 ل 770، افشنسي هون كانت 270 على 980 ضرب 100%، هون الافشنسي صارت 770 على 980 ضرب 100%. بمعنى آخر لهذا الكيس، لهذا الكيس افضل انه استخدم انا البيست فيت. ليش افضل؟ لانه رفع الافشنسي من 270 على 980 الى 720 على 980. الورست فيت، الورست فيت راح يترتبوا، راح يترتبوا الترتيب تنازلي حسب ايش؟ حسب البارتيشن سايز. بمعنى اخر ال 700 راح تكون الاولى، بعدين ال 200، بعدين ال 50، بعدين ايش 30. فاذا بدي اجي احمل جوب 1، جوب 1 راح يروح وين؟ في ال 700. من ال 700 راح يضل 680 كي ويستد او انترنال فراجمنتس. بعدها الجوب 2 بده 200، ال 200 راح يحمل في هذا البارتيشن وفيش بصير انا نن هون. بعدين
500 job 3 must wait لأنه راحوا فيش أي partition ضل عندي 30 و 50 وجوب 4 عنده 50 أنا بحمل في هاي البارتيشن. هذا بالنسبة لإيش الورست كيس. طبعا هاي الإدارة إدارة من الحصانات الأساسية لها الحصانات الأساسية اللي هي في عندنا إيش المالتي بروغرامينج. مالتي بروغرامينج المقصود فيها اللي هو عدد البروسيسز تو بي ريزيدنت ان ميموري ات ذا سيم تايم، بمعنى اخر اللي هي الاكسكيوتابل بروجرامز او اكسكيوتابل ابلكيشنز مختلفه طبعا بتكون افيلبل او موجوده او محمله وين في المين ميموري. العيوب طبعا هون اهم عيب اللي هو الانترنال فراجمنت. طبعا هذا العيب يجب ان يحل بطرق اداره اخرى اعلى الرانك تاعها اللي راح نلجأ نروح للدايناميك بارتيشن ميموري مانجمنت. طبعا بالنسبه للانترنال فراجمنت زي ما حكيت اللي هي عباره عن ويستد ايش ميموري سبيسز، طبعا هاي الويستد تعمل ديكريزنج للميموري افشنسي، طبعا لا يمكن ان تستخدم ولا يمكن ان تجمع. طبعا شو عمليه التجميع راح نشرحها في موضوع لاحق ان شاء الله. طبعا هاي طبعا بستل هاي الاداره سهله، الهاردوير سهل الموجود فيها. الهاردوير زي ما حكينا عبارة عن free tables, bound registers إلى آخره. memory protection برضه سهل. memory protection هي عبارة عن عملية مقارنة واحدة. physical address المحسوب بجمع logical address مع lower bound register ومقارنة النتيجة مع إيش upper bound register. بدنا one comparator. هذا الوان كومبراتر ممكن من خلال المخرج تاعه احكم على من خلال عملية المقارنة انه الادرس صحيح او لا. طبعا اذا كان الادرس خطأ معناها في انتربت او اعتراض، هذا الاعتراض بيكون عبارة عن ميموري بروتكشن ايرور او ادرس ايش ادرس. بنلجأ ننتقل لموضوع اللي هو الدايناميك Partition Memory Management أو إدارة الذاكرة بالتقطيع أو القطع الحيوية بسموها. المين كونسبت هون المين كونسبت الميموري is to be divided into two parts. البارت الأول يخصص للأبريتنج سيستم والبارت الثاني يخصص لإيش البارتيشنز. بمعنى آخر كان بالستاتيك ميموري مانجمنت البروسيس سايز is limited to the maximum partition size لأن هناك كانت التقسيمة ثابتة. بالدايناميك عملية التقسيم بتتم أثناء التنفيذ. Memory is to be divided into partitions during application or process execution. ولهذا السبب عدد البارتيشنز راح يكون متغير في إدارة الذاكرة اللي هي Dynamic Partition Memory Management. كون عدد البارتيشنز متغير معناها عدد الباوند ريجيسترز والآخر متغير. طبعا والبارتيشنز برضه حجمها راح يتغير، ممكن يكون بارتيشن عندي هلا حجمه 5 كي بعدين بعد فتره يكون حجمه 10 كي. بمعنى اخر عدد الباوند ريجيسترز متغير ومحتوى الباوند ريجيسترز والاخر ماله متغير. ستيل هون بضل عندنا ليميتيشن على عدد البرامج المحمله او ممكن تحميلها في من ميموري. هون في بسموها الماكسيموم مالتي بروغرامينج ديجري. مثلا اذا كان ماكسيموم مالتي بروغرامينج ديجري ايكوال 16 معناها
أكبر عدد ممكن يحمل من البروسيس لازم يكون عدده 16، أكثر من 16 ما بصير. هلا الديناميك بارتيشن ميموري مانجمنت راح تعالج مشكلة الانترنال فراجمنت. قلنا بالستيك الانترنال فراجمنت راح تظل جزء من البارتيشن، بالديناميك إذا كان حمل البروسيس في بارتيشن وكان حجمه أقل من حجم البارتيشن راح يولد فراجمنت هون، بس هاي الفراجمنت بنسميها احنا اكسترنال فراجمنت، وهاي الاكسترنال فراجمنت ممكن استخدمها as a free partition، بمعنى آخر ممكن استخدمها لتحميل بروسيس ايش آخر. يعني هاي مثلا عندي البروسيس أخذ هذا الجزء، هذا ظل عندي فراجمنت، طبعا كانت هاي البارتيشن حمل البروسيس في جزء منها وظل باقي، هذا الباقي عبارة عن external fragment، هذا راح يصير إيش free fragment. مثلا عندي هون بروسيس وهذا fragment، برضه هذا عبارة راح يصير عن إيش free، يعني 40 إذا أجاني بروسيس حجمه 40 ممكن أحمله، إذا جاني بروسيس حجمه 10 كي بده مثلا ممكن أحمله. هون مثلا جاني بروسيس حجمه او ريك او بده 5 كي ممكن احمله وين في ال 5 كي. زي ما حكينا انه عمليه ايش الديناميك خلصنا بشكل جذري احنا من ايش الانترنال فراجمنت، وصارت الفراجمنتس عباره عن اكسترنال بنسميها هون، وهاي الاكسترنال فراجمنتس تو بي تريتد از ا فري بارتيشن. طبعا فري بارتيشن معناها بدها تظهر وين في الفري تيبل. طبعا بالنسبه للهاردوير هون المستخدم في الدايناميك الى حد ما بيشبه الهاردوير المستخدم في الستاتيك، راح يكون في عندنا فري تيبل، فري تيبل البارتيشن نمبر طبعا واللوكيشن والسايز، راح يكون في عندنا باوند ريجسترز. طبعا المشكله او الخلاف هون انه عدد الباوند ريجسترز هو مختلف او متغير، طبعا عدد الباوند ريجستر في اللحظه المعينه راح يكون مساوي لعدد البارتيشنز مضروب في 2، على اساس كل بارتيشن موجوده لازم يكون في لها lower bound register و upper bound register. تحويل العنوان المنطقي الى اللي هي mapping logical address to physical address is the same as in static partition memory management. نفس الشيء allocation algorithms ممكن نستخدم first fit او best fit او worst fit. يعني مثلا هو المثال عندي ذاكرة مثلا كان حجمها أو رام حجمها 35، حسب مثلا أجاني مثلا 10 كي بروسس بده 10 كي راح ياخذ جزء من هاي وتضل ال 5 كي، البارتيشن فري بتضل 5 ايش كي. بس في نقطه مهمه هون انه بالنسبه للفراجمنتس في الدايناميك، يعني في عندنا هون 40 10 15 فرضا، افترض عندي هذا البروسيس خلص وهذا البروسيس خلص، طبعا ساعتها هاي فراجمنت وهاي البروسيس خلص، معناها هذا الجزء راح يصير فري وهذا الجزء ايش راح فري، او بمعنى اخر process 1 is to be released, process 2 is to be released. صار في عندك كلهم هاي مناطق ايش مالها free. Dynamic partition memory management فيها امكانية لتجميع الفراجمنتس المتجاورة وتعمل منهم one partition. فهاي ال one partition راح يكون حجمها مساوي لحجم ايش كل free partitions ايش المتجاوره. ليش نعمل العمليه؟ اساس اتاحت الفرصه لتحميل processes باحجام ايش كبيره. هذا مثال ببين لنا كيف العمليه. زي ما حكينا احنا بالنسبه للallocation method
في عندنا الفيرست فيت وفي عندنا البيست فيت وفي عندنا الورست فيت. وهاي العمليات تنفذ تماما كما هو الحال في الستاتيك بارتيشن ميموري مانجمنت. طبعا بالفيرست فيت ترتب البارتيشنز حسب اللوكيشن، بيست فيت تصاعدي حسب السايز، والويست فيت تنازلي حسب ايش السايز. هون مثال يبين لك كيف عملية التحميل. يعني مثلا هون عندنا البارتيشنز، في عندنا هاي البارتيشن 3، هاي 3، هاي 3، هاي 3، هاي 3. طبعا نيجي للبارتيشن الاول 10 كي، بدي request to load process with 16K. الأولى ما بتكفي، هاي الثانية بتكفي، معناها يحمل في هاي بظل عندي 3 قيمتها إيش 10، هاي الفري قيمتها 10 وهكذا. بينما الستاعش لما بدي يجي للبست فيت، البست فيت كيف الترتيب راح يصير؟ هاي راح تكون الأولى 10 كي، بعدين 16 كي أول إشي، العشرة مضبوط. طبعاً هو مبين إحنا إنه على أساس 16 راح تحمل في 20 كي، بظل من 20 كي إيش 4 كي إيش فري. بالورست فيت الترتيب بكون تنازلي حسب السايز. طبعاً أكبر سايز راح يكون عندنا هون هاي 10 وهاي 26، هاي 20، هاي 32، هاي 36. معناها 16 كي بايت راح تحمل في 36. ها 36 تحمل بظل عندي 20، هاي 20 ممكن أنا أعتبرها إيش free partition. ها زي ما حكيت أنا الديناميك فيها فاسيليتي اللي تعمل partial compaction، partial compaction لل إيش ال free partitions إيش المتجاورة. طبعا هو ممكن يكون في عندنا 3 cases لهذه الحالة. مثلا في عندي ال process 1، فرضا الكيس الأول process 1 20 كي و 15 release process 1، بمعنى اخر هذا انتهى، هاي راح تصير فري. هذول المنطقتين متجاورتين راح يعطوني ايش 1 free partition حجمه 35. هذا البروسيس كان اعلى ايش فري. افترض البروسيس كان تحت الفري نفس الكيس يعطيني 35. افترض كان البروسيس 1 في فوقي 15 كي وفي تحتي 15 كي، بروسيس 1 is released أو finished، معناها ال 15 20 15 50 كي راح تكون free ايش partition. المابينج للوجيكال ادرس نفس الشيء، نفس القصة، اللي هو اللوجيكال ادرس اللي جاي من البرنامج. مثلا هون عندنا فرضا العنوان اللي هو 53 248، هذا بنجمعه لللور باوند ريجستر وبنقارن النتيجة مع ايش الابر باوند ريجستر على اساس تكون القيمة اقل او يساوي. اذا كانت اكبر معناها في عندنا تعدي او محاولة الخروج عن العنوان. نفس العملية اللي هي المابينج لوجيكال ادرس وفيزيكال ادرس، the same as in static ايش partition memory management. هاي بالنسبة لي الديناميك partition memory management. طبعا الحسنات فيها اللي هي تخلصنا من الانترنال fragments، في زائد انه الديناميك ممكن تعمل ايش
compaction الميموري اللي هي local compaction. الشغلة الثانية المالتي بروجرامينج ديجري متغير، عفوا المالتي بروسيسنج متغير، ممكن يكون one process الى عدد من processes مساوي للمالتي بروجرامينج ديجري. شغلة مهمة هون بالديناميك انه process size is limited to the RAM size، بينما في static كان process size is limited to the maximum partition size. إذا كانت partitions variable في length، أما إذا كانت fixed في length معناها كان حجم partition 8 ميجا بايت مثلا، معناها بيكون maximum maximum process size ممكن يكون 8 على الستاتيك، بينما بالديناميك لو كان عندي الرام مثلا حجمها 100 كي او 100 ميجا مثلا، بغض النظر قديش كان في بارتيشنز، معناها ممكن يكون ليميتد لل 100 ميجا ايش ميجا بايت. الشغله مهمه اخرى بالنسبه للستاتيك والديناميك وحتى السنجل، البروسيس يجب ان يحمل في مواقع متتاليه. يعني مثلا جيت انا حملت البروسيس في هذا البارتيشن، معناها من الموقع هذا اخر موقع هاي بتكون مشغوله من وين من البروسيس، بمعنى اخر لا يجوز توزيع البروسيس على اكثر من منطقه في الذاكره، لازم تكون المواقع مالها بسموها كونسيكتيف. هاي نقطه. النقطه الثانيه، بروسيس يجب ان يحمل كاملا في الذاكره الرئيسيه، بصير اخلي جزء على الذاكره الثانويه وجزء في المين ميموري. طبعا هاي العيب بسموه طبعا نو فيرتشوال ميموري. نو فيرتشوال ميموري معناها انه البروسيس تو بي فولي لودد انتو مين ميموري، بصير اخلي جزء منه على الاكسترنال والجزء الاخر احمله فيها. طبعا هاي في طرق اداره بتحل هاي المشكله، بمعنى اخر ممكن يكون في المفهوم الفيرتشوال ميموري موجود. طبعا الفيرتشوال ميموري مفهومه انه الاكسترنال ميموري to be used as an expansion of main memory، معنى اخر الذاكره الثانويه بتكون عباره عن امتداد للذاكره الرئيسيه، او جزء من البرنامج بحمله في المين ميموري، الجزء الاخر وين موجود اللي مش مطلوب حاليا بظل موجود على ايش الاكسترنال ميموري. هاي تقريبا اهم النقاط الخاصه بالستاتيك دايناميك وبارتش. طبعا حتى نتخلص من احد العيوب الاساسيه اللي هو تماسك، بنلجا لطريقه جديده اللي هو البيجينج، على اساس ممكن البروسيس نحمله في مواقع مختلفه في المين ميموري. طبعا بالاستاتيك احنا حكينا انه البارتيشنز ممكن تكون فيكست سايز وممكن تكون فاريبل سايز، بالدايناميك البارتيشن سايز فاريبل لانه انيا بتغير كل لحظه، ممكن يتغير بعد تحميل، ممكن يتغير بعد البروسيس فينيشينج، ممكن يتغير. فالبارتيشن سايز ماله بالدايناميك نوت فيكست. فبيبدأ من الرام سايز، باللحظه مثلا ما كانت الرام كلها فري معناها في عندي 1 بارتيشن بالدايناميك، وحجم هذا البارتيشن شو بيكون مساوي لحجم ايش الرام. انشغل مثلا معناها راح يقل، يعني يطلع بارتيشن، البارتيشن هذا مشغول ظل جزء اخر مشغول وهكذا. المره الجايه ان شاء الله نبدا احنا بالبيجينج او البيج ميموري مانجمنت. خلينا نرجع احنا لموضوعنا ونعمل ستوب ريكوردينج.